تهجير ثم تهجير ثم استقرار حيث وجدوا الأمان. وإن اختلف المجرم فالنتيجة واحدة بالنسبة لعائلة السواس. هجرتهم عصابات الأسد من حلب ثم عصابات قسد من تل رفعت لينتهي بهم المطاف في كالجبرين شرق حلب. أنا أبو علي السواس من قرية تل رفعت، كنت بحلب على دوار الصاخور، عنا فروع كثيرة بحلب، وبسبب الحرب هذا والنزوح لجأنا لقرية تل رفعت ورجعنا نزحنا من مدينة تل رفعت، رحنا لتركيا ورجعنا من تركيا لقرية كفر كلبين، وهون الحمد لله رب العالمين عندي الطفل هذا محمد هلال حلبية عم نعلمه المصلحة، والطفل عم يدرس ومحسس بالمعاناة، هي عم بيساعدني فاتح بسطة لحاله وبيروح على الجامعة بيتلى قرآن الحمد لله، وبيجي بروح على المدرسة الصبح وبيجي بفتح البسطة هون كمساعدة إنا. هذا سبب يعني النزوح والحروب هي اللي قامت ساوت فينا هيك. هلال حلبية صاحب 12 عاما، هو ابن هذه العائلة التي تمتهن بيع السوس والتمر الهندي منذ 60 عاما. هلال طالب متفوق في مدرسته، مجتهد في حفظ أجزاء من كتاب الله، ورغم ذلك يصر على مساعدة والده في بيع السوس كي يستطيع تخطي عقبات الحياة وظروف التهجير الصعبة. اسمي محمد هلال سواس، عمري 12 سنة، بدرس بالمدرسة الصف الخامس، بروح الصبح على المدرسة، بجي بساعد أبوي هون، بفتح بزبط بساعد أبوي هون، وبعدين بحفظ بالقرآن، بروح على الجامع، برجع من الجامع بشتغل سوس تمر، بطبق البسطة بزبط. قام والده بافتتاح بسطة صغيرة له في قرية كفر كلبين، ليس فقط من أجل البيع، إنما من أجل أن يستعد لوراثة مهنة أجداده أيضا. وأنت هل تعرف عائلات يرتبط اسمها بمهنة معينة؟